معي الآن عبر الهاتف المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي محمد نعم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. صباح الخير ليك ولصباح كافة متابعينكم إن شاء الله عبر هذا الأثير. الله يسلمك. مؤخرا في تصريحات إذاعية قلت بأن السلع الموجودة في السوق الليبي تكفي لمدة 6 أشهر من الآن، أي حتى سبتمبر المقبل. يريد تعطينا المزيد من التفاصيل، ما الذي دعاك إلى طمأنة المواطن بأن السلعة متوفرة لست شهور قدام؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين، تحية لكافة منتسبي الحرس البلدي بصراحة اللي يقومون بشغلهم على أكمل وجه رغم ان احنا نشوفوا فيه من انتقادات المواطنين، ولكن احنا لا نلوم عليهم حقيقة الأمر لأنهم يجهلوا الكثير من المعلومات وهذا من حقهم أن يعرفوا المعلومات. أول حاجة احنا ما نقيسوش بالمخزون الاستراتيجي، هذا مش مختص هنا المخزون الاستراتيجي، هذا اختصاص دولة تحكيك عليه. احنا قيسنا بحركة الأسواق والمخزون المتواجد في المحلات التجارية والشركات وكمية التوزيع. ولما احنا نشوفوا المحلات يعني احنا نقيسوا بكافة المحلات ونشوفوا مدى توفر وانسياب السلع والبضائع في السوق الليبي، وعندنا تقارير تصل دوريا عن أي سلعة تختفي أو إذا كانت في خلل في سلعة. للآن لم تصل أي معلومات عن اختفاء سلعة أو في خلل في سلعة أو في سحب على نوع معين من السلع واخفاء، والحمد لله للآن الوضع مستقر في السوق الليبي برغم تذبذب الأسعار. وحتى لما من ضمن التصريحات وطمنت المواطنين وقلت لهم ما فيش داعي للهلع وسحب السلع بكمية كبيرة لأنها حتنخفض أسعارها، وفعلا من أولامس تحديدا انخفاض يعني نقوله حتى طفيف في بعض السلع وبدأت ترجع تدريجيا. وهذا الانخفاض ناتج عن شنو يا أستاذ محمد؟ لأن كانت في هزة في السوق وكان في خوف يبدأها من المواطن ويبدأها من التاجر. دائما التخوفات تجعل الأسواق تشتعل، يعني هذه بورصات عالمية وحتى احنا ربطنا بها لأن السوق اللي بيصبح سوق محرر، وأي خوف أو أي شعور بالقلق يا اما بيرفع لك السعر يا اما بيخفض لك السعر، وهذه نشوفه فيها صار سحب كبير جدا لكميات مواد غذائيه بعد طمأن المواطن واصبح انه ياخذ كميات اعتياديه، نشوفه فيها بدات ترجع تدريجيا لاسعارها الطبيعيه مع غلاء السلع. انا ما بقولكش مش غالي، نشهد بالله لانها غاليه السلع بدخل المواطن البسيط والمحتاج، يعني انسان راهو صاحب المرتب اللي هو زيي وزيك وزي اي مواطن يعرف ان السلع راهي غاليه ما يكذبش على الله، لكن هذا المتواجد في السوق الليبي للأسف أن هذه السلعة متواجدة في السوق الليبي ارتبطت بسعر الدولار بداش يجيبوا فيها، ارتبطت بالأسواق العالمية والشحن والتفريغ، وارتبطت بالعرض والطلب، وإذا ارتبطت بعدم تحديد الأسعار وإصدار قرار من وزارة الاقتصاد بهالخصوص. هذا شيء طبيعي، لاني من قبل انا ما تكلمت معك حتى على قانون 23 سنة 2010. لو عندك انت تقدر تتواصل معي حتى بعد الحلقه ونبعث لك القوانين اللي تم الغائها بقانون 23 وتقدر تطلع عليها بنفسك تعرف قبل شنو كانت تحكي واليوم السوق شنو يحكي. انتم كجهاز في انتظار هذا القرار، قرار تحديد اسعار السلع، قرارات تنظم حركه السوق احنا فورا حنخدموا عليها، حنخدموا عليها على كافة قطاع الدولة الليبية. في النهاية روح احنا نخدموا فيهن وناسنا وأسرنا ونخدموا في عائلاتنا ونخدموا في أبنائنا بدون أي جميل على حد، احنا روح النفس في الواجبات اللي علينا داخل الدولة الليبية. مع هذا والله قلت لك يعني حتى المواطن اللي يلوم واللي يلفت والله إن أنت موصول العذر، لأن مواطن مسكين غلبان يدور عن حقه ويدور عن يعني لقمة العيش، وهذا حقه ما يلقاش قدامه غير الحرس البلدي، يعني يسأل وين أنت كنت تمام أمان قدامنا، انت اللي كنت تتراقب الاسعار. اليوم للاسف ما عادش في حاسمة اسعار والسوق حر، لكن في اسعار تنظيميه ولو صدرت هذه حنراقبوها باذن الله. نعم، وانتم ايضا في انتظار سعر تحديد رغيف الخبز ووزنه، وهذا حيكون على على على, على كافه نطاق الدوله الليبيه تحديد سعر الخبز، لان حتكون في اليه لعمليه بيع الدقيق. نعم، واول ما تتوفر معنا المعلومات هذه حنشتغلوا عليها على الفور، لان أهم حاجة عند المواطن الليبي اليوم رغيف الخبز. إحنا من الشعوب المغاربية اللي رغيف الخبز لا ينقطع من المنزل طبعا، وهذه من وجبات الأساسية عندنا، وإن شاء الله يعني نقول نتأملين في الله خير أن تصدر قرارات، يعني خلال الأيام هذه تصدر قرارات تنظيمية أو يكون فيه طريقة توزيع واضحة حنعمله فيها بإذن الله،
وحتتماشى مع السوق، وحتكون حتى في راحة المواطن الليبي. طيب أخيرا، شنو استعداداتكم لاستقبال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان اللي هو على الأبواب يعني؟ مستعدين على كافة وحدات الحرس البلدي، مكاتب، إدارات، أقسام، كلنا احنا مستعدين، كل منها انتظار قرارات تنظيمية توضح العمل، بس أكثر ولا أقل. احنا صح في بعض القوانين ألغيت، لكن في قرارات تنظيمية وفي لوائح تنظيمية تصدر سواء من مجلس النواب سواء من رئاسة الحكومة، احنا نستنوا فيها بس أول ما تبدأ عندنا القرارات ويبدأ عندنا النص أو القرار في إيدنا احنا نشتغل عليه فورا بدون أي تأخير.